السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وعالم أسرار التقنية وحلقة جديدة. طبعا أنا كنت طلعت قبل كده بس مباشر حي، ففي بعض الناس بتسأل وبتقول هو أنت يعني بتتكلم وأنت بطلت تداول، أنت فين التداول بتاعك؟ في أنت سبت التداول؟ فأنا زي ما قلت قبل كده إن أنا يعني في كذا حاجة أنا يعني مشغول بيها، بس أنا برضو شغال تداول، يعني ده تداول أهو على الذهب، صفقة كنت فاتحها يوم 8، فطبعا هي قفلت على مكسب لسه ما هي ما كملتش، لان زي ما قلت قبل كده برضو لو الناس تفتكر انا حاليا مركز مع الاسهم ذهب بترول، الحاجات دي انا مركز معاها وبتداول عليها. دي صفقة مفتوحة من يوم 8 مايو لسه ما قفلتش، دي نقطة الدخول، وفي انتظار ان شاء الله لما لسه طبعا السعر هينزل تاني لما ان شاء الله يعني البورصة تفتح. فانا شغال معاكم تمام، مفيش مشاكل، كل حاجة تمام، حسابهم من 2015 وشغال لغاية النهاردة بتداول وعلى الحساب الحقيقي، مفيش اي مشاكل. فمش عارف يعني، هو الناس بتقول ان انا لا انا بتداول وشغال تداول وشغال تحليل وشغال كل حاجة زي الفل الحمد لله مفيش اي مشاكل. بالنسبة للناس اللي عايزة تفتح حسابات، وبرضه على فكرة سحب ايداع مفيش، انا بالنسبة لي عندي اي كيو اوبشن مفيش اي مشاكل الحمد لله، يعني ما اعرفش بقى الناس اللي هي عندها بتقول ان في مشاكل، لا كله تمام. فدي نقطة. النقطة التانية بالنسبة برضه للناس اللي هي بتفتح حسابات او هتفتح حسابات، يا ريت للمرة يعني المليون اول خطوة هتعملها حضرتك اول ما تفتح حساب، قبل ما تعمل ايداع، قبل ما تعمل اي حاجة بتفكرها تفعيل الحساب. حاليا الناس بتتواصل معايا تفعيل الحساب بياخد من اسبوع لاسبوعين، مش مشكلة معايا، لكن المهم انك انت يعني عشان خاطر تأخير والكورونا والحاجات دي كلها، يوم ما تعمل فتح حساب لازم تعمل تفعيل الحساب بتاعك عشان ما يبقاش فيه مشاكل وقت السحب. دي حاجة اتكلمت قبل كده وقلت الحاجات اللي بتعمل عليها ايداع ايه هي، في فيديو اللي شرحت فيه كل حاجة، يعني احنا برضو بنأكد عشان خاطر الناس اللي المشاكل اللي بتقابلها. ايزي باي نرجع تاني نقول ايزي باي حتى الآن هو الكارت اللي شغال. الحل التاني للايداع بالنسبة للمصريين سكريل والوسيط المالي، وده شرحناه برضو قبل كده. اي حد عايز يفتح حساب افتح حساب، اي حد عايز يبتدي يتدرب ابتدي يتدرب على الديمو، فترة انك تتدرب على الديمو، ومش بس التداول بين الاوبشن يا جدعان، في اسهم، في حاجات كتيرة جدا، فوركس، المنصة مليانة، يعني ما حدش يركز على حاجة معينة ويفضل ماشي عليها. وبرضه من ضمن الحاجات اللي يمكن الناس ما تعرفهاش كتير، ان التداول على الاسهم، التداول على اسهم بالذات الارباح بتاعتها، لو ربحت مليون دولار محدش هيقول لك انت بتعمل ايه، ليه؟ انك انت بتتداول على اسهم ستوك، مش بتتداول على زي البناء اوبشن شورت تايم، فدي حاجه بتبقى كويسه ليك، الفلوس اللي بتيجي بسهوله جدا انك تقدر تسحبها عن طريق انت لو بتتداول لو ستوك مفيش اي مشاكل بعيدا عن البناري. فبالنسبه للناس اللي هي حابه انها تتداول، احنا زي ما قلنا الموضوع بسيط وما شاء الله، يعني بأي فلوس تقدر تبتدي، 10 دولار، 10 دولار ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، يعني لو حسب التحليل اللي انا عامله هيقفل على الضعف، يعني ممكن اكسب من 10-15 دولار على الصفقة دي، فدي حاجة كويسة انك انت تقدر تضاعف رأس مالك. ابتدي وخش على الحاجات زي ما قلت لك، افتح حساب وخش على الديمو، جرب نفسك على الديمو في كل حاجة، شوف الاستراتيجيات، شوف لو حتى حد بيديك اشارات خد الاشارات ونفذ على الديمو عشان تقدر قبل ما تخش تبقى حاكم هل فعلا الحاجة دي كويسة ولا لا. فاحنا زي ما قلنا السلع في طرق تداول كتيرة، في عندك سلع، في عندك حاجات كتيرة، انت الصفقة دي انا داخلها ب10 دولار فقط لان انا كنت واخد اشارة من التحليل، فانا ما يعني ايه ما بين البنين يعني مش واثق فيها قوي، فدخلت فقط ب10 دولار، لكن في حاجات بتبقى تاني ممكن تخش بيها، وفي صفقة قبل كده دخلتها ب1000 دولار، يعني بتبقى الموضوع بالنسبة للناس الحمد لله يعني ايه سهل، انك انت طالما واثق من الاشارة واثق من التحليل بتاعك انك انت تحقق ارباح من غير خسارة باذن الله. فتاني نرجع نقول فتح حساب تدريب، واول ما تعمل
يعني اول حاجه تعملها بعد فتح الحساب مباشره هي رفع الدوكمنت بتاعتك. ورفع الدوكمنت بتاعتك زي ما قلنا او تفعيل الحساب بيبقى عن طريق الموقع بتاع اي كيو اوبشن نفسه من البروفايل بتاعك، بترفع الاوراق وان شاء الله يكون تداول سعيد عليكم والناس كلها تربح. اشوفكم ان شاء الله وحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.